العروسين كثير دائما شرفنا بحضوره. قبل دعوتنا نشكر مرة أخرى، نشكر مرة أخرى لجنة الخدمات الاجتماعية تابعة لمؤسسة الصحة والجامعة على هذا التكريم لأخواننا المتقاعدين، كما أنهم لم ينسوا حتى المتوفين بين قوسين حتى العمال المتوفين داخل المؤسسة في إطار العمل لم ينسوهم وقاموا بتكريمهم وإعطائهم جوائز كما الآخرين. إن شاء الله تكون سنة حميدة لنا ولمؤسسة الباقية على مستوى المسألة. مرة أخرى نرحب بكم ونعطي الكلمة إلى السيد مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بمسعد الذي شرفنا بحضوره. شكرا.